شخصيات كبيره من المستشارات من عائله عبادي معروفه. بس من اول ما استقبلت احد المنطقه اللي اسمها واحد 79 وقت عيسى ولكن استقبلت المنطقه اللي هنا باش ما نقولش عليكم اللي معروفين ماشي ديال المنطقه ديال السكنه معروفه واحد المهندس كبير يكفي انتم عارفين الاخوان تبغي لك شفنا غير واحد تقريبا عندنا وصفه ديال الجر مثلا علاش كيف 44 تقريبا موقف الجر حقيقه باش كتكتب بزاف كبيره ولا تطلع كتب الاربيه كتب مؤخرا كالعوالم المناخيه مثلا الملوحه اللي كتستهدف باش يكون واحد 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 توالي كبير تقريبا نقول واحد القيده بالضبط بين 10 و 44 باقي الجر كيجاوب علاش كيف تكعب علاش هادشي اللي كنعطيك الصباح واحد يوصل واحد المرحله كتسمع كلها في الباكورس دير واحد الكومباتاج دابا طيح هذا هو البروبليم ديالو انه باش تجيب واحد الرابع اللي هو واحد حيت بيوستيم والله ديك اللي بيوستيم حيت حنا راه عارفين ان الوزاره ديال العدل فعندنا تتبع واحد الريكلوماتي كل سيمانه كل سيمانه عندنا تتبع ديال هذا كان مرصد مرصد كنخدموا عليهم وكل رابع كيمشي للوزاره والاخوان ديالكم راه عطاكم كل عندي واحد تشوفوا ديك الكونسيرفاتوار في البلاستيك ديال المراه يعني هادشي خطير بزاف لا يعقل ان يجيو سميتو البرمج كتكون من المونيكا اللي تكتب على على ميدان واحد بعد ما كتكتب على طنجه باش كيما تشريها وتاتي يعني راه واحد الضغط تكنيكي كبير بزاف والاشكال كبير الاشكال كبير اللي وقع بحال دابا شفنا هنا شفنا سبريت شفنا بحال دابا هذا الميرا تلقى بحال دابا هذا المشكل كبير باش تلقى بحال دابا هنا داك المصطادات الاحجام هذه 50 ديال هي الحجم باش كيبني هذا النوع يمكن باش كنشوفوا هنا الاحجام المصطاده شوف الاحجام المصطاده قل تقريبا واحد 90% قبل منها يعني شنو كتعني؟ كتعني حنا جالسين كنصيدوا في واحد النوع تقريبا شتي تيولد واحد مره وحده في الحياه ديال الجغرافيا كما سميوها حنا معروفه ان الميره كتعيش 12 شهر يعني كما تسبش كبيره معروفه هذه بالنسبه لهذا النوع اللي كتعيش بزاف تكون صعيب صعيب بزاف القمرون كتلاحظوا كيعيش عامين عامين ونص الكلب كيعيش عام ونص سهل سهل انت ما كاين واحد الوسط الدهور كيجي غير عين المناخ كيساعدها تتبان تتبان ديك الفرقه كترجع الاسماك اللي ولات هذوما كانت عايشه بزاف صعيب باش 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 الصحه باش تتدمر وهنا بحال هذه هذه كبيره كارثه هذه باش كنشوفوا صعيب انك تسيدوا قلب الاحجام ما كيبغوش يشدوا روحي يعني كنصيدوا يعني حنا حنا بيدنا كنمشي كندبروا باش شوف مثلا عاوني عاوني الفرق اللي جايه كيولد تقريبا هنا عندنا هذيك هذه ديال القشره ولا القشره 22 تقريبا مليمتر كنشوفها في هافي هافي شكل هافي كيولد وها هاسمي هافي كيولد وها ديك الحجم اللي مسموح به كنشوف واش نخرج واش نصيدو كنصيدو الصقر ما خلاش يولد حتى مره واحده في الحياه زايد مشاكل كثيره كاينه في المنطقه وكنزيدو داك الشيء بيدينا حنا كندمرو كندمرو المخزونات ديالنا نقولو حاجه حتى باش تحقق واحد الاربيان واحد الاربيان على بغي يولد خصو بين 35 بين 35 5 و 35 5 هذيك هذه اللي هو هذا الفاكتور الملحد كتسيو ليه ما كانش ما بينوش كاع الاربيان وهذا التسجيل الاخر لاحظتوها لاحظتوها الاربيان راه موجود كثرة ما رزق الله إذا كان سيدو في جيبين في الصفار راح نلاحظها الملوحة الملوحة راح نبيتو الهضرة في الزيادة بس واحد الملوحة الملائمة الحرة عندك بالنسبة للأربعين على تقريبا على 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 الصيد على الصيد ولكن ولكن التوازن هي الملوحة بالنسبة للأسماك السطحية الملوحة ما كاينش نص هذا تزوج وكيف وكيف الابحاث هذا تقول لك في غادي نهار يبقى فيها هو غادي يبقى غادي يبقى غادي يبقى شي حقوق غادي يبقى فيها هذا الحرارة غادي يبقى غادي يبقى واحد ضعف الروح ضعف غادي يبقى غادي فيه نسبة واحدة غادي يبقى فيها ربعة الحرارة رجل كتيس برشل بحق برتغالي هذيك راه مصبوبة حتى من يقرا بيه الدور هذيك باش يبقى كيجي يعيش فيها احسن تطور مثلا كاين كاين بحال ما دار واحد لقيت الصوره ديما كنعرفوا بحال ما التربيه الداخليه ولكن التربيه الداخليه ماشي كلها هي باش خصو يطلع شي ديال الغنى حول المخزونات وتحيد ديال المخزونات وعلى بعض المشاكل ولا 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 المشاكل اللي كاينه في المحافظه على باقي الشرب اللي نحافظوا على على المخزونات وتديروا واحد الوجيله كثير تحت كل مثلا المخزونات القرنيه وحتى ديك السباق ديال 400 خاصك يسديوها كما قلت خرجوا بوك 100 متر بحال كيجي واحد يسكن كيما قلت بحال الشخص اللي طلع على الاقل 35 حتى 30 حيت كتبدا تقول حتى 31 حتى 33 حنا كنبقاو حتى 5 6 6 سنتيمتر على الكبير والحرب القوانين كيما قلنا القرار ما كنهضروهاش وتعزيز المراقبه والعلوم ديال المراقبه الصادمه في الشيء كتر تاخذ معاك وشكرا.